السلام عليكم. اليوم غادي نتحدثوا على لاتيز ديال كمال الصليبي لا بيبل اني اون عربي. هاد لاتيز دو دكتوراه ديالو هادي ماشي من المخيل، من هذا، من بناتي مخيلاتي او فكري، لا، هادي مساله فيها بحث دقيق تاريخي جغرافي دقيق، يرجع إلى التاريخ المصري واليروغليف، ويرجع إلى التاريخ ما بين الراهناي والسيري، لا السيري. إذن ما عندناش هنايا غير شي واحد جالس وتيقول لك راه لا بيبل إني أونجو. هذا السي الصليبي هذا كما صليبي وهو مسيحي بروتستانتي، ولكن كان على دراية بما على كتابة التورات. احنا قلنا بأن التورات كتبت في القرن الرابع أو الخامس قبل الميلاد، وكتبت بالحروف الآرامية المربعة، ولكن فقدت آنذاك اللغة اللي تكسبت فيها، وهي كانت نوع من الدارجة ديال ديك الوقت كنعانية، ولكن فقد لم تقرأ من بعد، ولكن كانوا يقرؤون التراجم بالآرامية. فهنا باش مخص خصوصا المسلمين ولا المغاربة يفرقوا ما بين الآرامية، راه ماشي هي اليهودية، واللغة العبرية هي واحد دارجة ديال اللغة الكنعانية اللي هي منف أخت اللغة البونيقية اللي كانوا جاو مع الفارين من فينيقيا، جاو لعند قرطاج. خصنا نكونوا هذا بقى ديك اللي قلنا ديك الخمسة ديال الكتب الأولى ديال البنتاكوك، هذيك بقات مكتوبة بديك الحروف الرباعية تتبان كاغي مربعة، هذوك الحروف آرامية مربعة، هذوك بقاو، ولكن ما بقى حتى يقراهم. فكانت عندهم ترجمة تسموهم لي تورغوم، كانوا تيتقراو بقاو، وعندنا الترجمة بالإغريقية في 261 قبل الميلاد، ترجمات في اسكندرية، هذوما اللي كانوا تيتقراو، وهذيك بقات حتى جاء القرآن. ومن هنا تيدخل كمال الصليبي تيقول لك اودي كيف تمكن الماسوريتيون، لي ماسوريتيك هما داك الرهبان اللي كانوا تياخذوا ديك الحروف ويديروا لهم الشكل، كيف استعانوا بالقران او استعانوا بالسريانيه، لان السريانيه هي وليده اللغه الكنعانيه ووليدة الآرامية كذلك، لأن اللغة اللي الدارجة اللي تكسبت فيها التورات اندثرت مع أهلها لأنها كانت غير دارجة. فكيف استعان هؤلاء الماسيروتيون لماسيروتيك ووضعوا الحروف. إذن كان عندهم جوج ديال المراجع، المرجع الأول وهو اللغة السريانية، والمرجع الثاني هو القرآن. ولكن هذا السيد هذا تيزيد تيقول علاش غادي يرتكز باش يجبر بيننا، خصو يرتكز على شي مسائل ملموسة، والحوايج الملموسة وهي ما جاء في التوراة، أي ما جاء من جغرافيا، ما جاء من نبات، ما جاء من حيوان، وما جاء من أمكنة. دونك غادي يرتكزوا على هذه المسائل. دونك يلفا سي لا بيولوجي اون جينيرال، لي سيونس ناتورال، لا جيولوجي، وهذا لان عندك في التورات فيه مثلا موسى قال لك مشى عند واحد العافيه، راه عافيه في الجبل، داك العافيه لو بويسون اردون، ملي وصل جبر ان بويسون اردون. ولكن حنا في القران ما تيقولكش هكاك، ما تيقولكش نفس الشيء. سا سي تري امبورطون. حنا غادي نرجعو غادي نعطيكم القضية ديال جو بي بروندر لو كا ديال
لو كا ديال هذا ناخذو من بعد، ولكن خصني نعطيكم الكيفيه كيف اشتغل. دونك مشى من الجغرافيا ومشى من النبات ومشى من هذا، ومشى من جوج ديال الحوايج مهمين، وهو ان شيشونك هذاك الفرعون الامازيغي غزا يورشلايم المدينه ديال داوود ودخل ليها، ولكن المصريين كانوا يكتبون البلاصه منين مشاو منين دازوا منين، هذاك كاينه مكتوبه بالهيروغليفيه. وهذا كمال صليبي غادي يستعمل بديك ديك الغزوه اللي دار هو اللي دار شيشونك في القرن 10000 سنه قبل الميلاد، غادي يستعن بها، وغادي يستعن بواحد الحمله اللي قام بها الملك سميتو اللي خدا الجلوه الاولى ديال اليهود ديال بابيل. حتى هو عنده سميتو الغزوه ديالو مكتوبه والامكنات اللي مشى ليها وهذا الى اخره. فهو غادي يستغل من هاد جوج ديال الحوايج، وداك الامكنه كيف مصرصله في الحفريات، غادي يحاول هذا الصليبي يوجدها حاليا وكما تسمى على الارض. وهنا فين جات لا ديكوفرت زعما الاكتشاف ديال هذا السيد، انه استطاع يجبر تقريبا كل ما هو من امكنه وما هدف موجوده عند بابل وعند المصريين، وجدها في المنطقه ديال جبال الاسير. هذا هو اذا القضيه ديال، غادي نرجع لكم غير الوحده لان كاين كثير هنا تيعطيك بزاف ديالها. تيقول لك في التراث ديال اليهود، تيقول لك في ليكزود 3:1 تيقول لك الملائكه عيطوا لعند مويز ومشى لجبل حوريب. جبل حوريب الهاء والراء والباء. حنا في القران تيقولنا في السوره 20:12 و79:16 لا فالي ساكري دو طوا، في الوادي المقدس طوا. حنا في ما عندناش حنا حوريب، عندنا طوا. ارانا لحد الان في سيناء تيقلبوا على ديك حوريب وديك طوا، ما جبروهاش. هاد السيد كمال صليبي مشى لعند جبل الاسير، واولا في سيناء ما فيهاش لو بازالت، ما فيهاش لي روش بازالتيك، ما فيهاش لي روش فولكانيك. في البلاصه اللي مشى ليها جبل الهادي سميتو، شتي هادي ويهودا واليهود، جبل الهادي ديال الاسير مشى وجبر لو بتي فيلاج باقي تيعيطوا له الانتيوا. ومن هاد التيوا كاين وادي البقرة، لا فالي ساكري دو مويز دون لو كورو. وهذا على الواد ديال البقرة سو تروف اونكور اجوردي ان فيلاج نومي حاريب. داك الحاريب اللي كاين في لا بيبل راه كاين، راه جبروه سميتو في جبال الاسير. فوالا هاد القضية هادي مهمة، ولكن تنزيدو في الكلام ديال لي زارغيومون ديال هادو. كاين هاد لي زارغيومون اركيولوجيك اللي هما تيشكلوا لا تيز ديالو الأساسية، وعندو لي زارغيومون سكريبتورال. تيقول لك هيرودوت تيشهد في الوقت ديالو القرن الخامس قبل الميلاد، تيشهد بأن اليهود جاءوا من جنوب العرب، من جنوب الجزيرة العربية، هذا تيشهد بها. سا سي تري امبورطون. وعندنا واحد اخر تيشهد وهو سترابو.
سترابون تيشهد بان الحيوانات اللي كانوا في اللي كاينين في لابيب راه موجودين في سميتو موجودين في هذه المنطقه هذه ديال الاسير. ولذلك ان ملي وقعت الجلوه الاولى و وتيحكي هنا غادي ناخذوا كلها لا بيبل وتيحطها في ديال على القضيه ديال سليمان وعلى القضيه ديال ملي بنى الملك داوود النبي داوود بنى جيروساليم راه بناها في المنطقه ديال الاسير والقضيه ديال سبع لان سبع قريبه ليهم والقضيه ديال واد النمل هذاك واد النمل راه سي واد النمل سي با النمل راه سي ان بوبل الى اخره وتيعطيك كاع تقريبا كل لي توبونيم اسماء الاماكن اللي هي موجوده في التراث موجوده الان ولا زالت حيه سواء شويه محرفه شويش بسميتو باللهجه ولكن لي كونسون اي الحرف الاصلي لا زال على حالته. هذا ما به الاعلام والسلام. وهذا الكتاب هذا من زعما تنطلب من ان المسلمين يقراوه بدقه لانه تيغير واحد العدد ديال الافكار واحد العدد ديال الخزعبلات واحد العدد ديال الحوايج حتى ان ديك القضيه ديال المسجد الحرام المسجد الحرام راه ملي كان تيصلي حنا ما عارفينش ما عارفين النبي كان تيصلي لعند الحرام هذا واش كان تيصلي للحرام اللي هو كاين في جبال الاسير ولا كان تيصلي لعند الحرام ديال 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 فلسطين. هذا راه هذه بوان لان حتى واحد ما عارفه لان حتى الشيعة تيقول لك راه كان تيصلي لعند كربلاء كل واحد تيحط هذاك القبله الاولى اللي كان تيصلي النبي حتى واحد ما عطانا. وسميتو هذا كمال الصليبي تيزيد واحد الحاجه مهمه تيقول لك بان الكيفيه باش معاود التورات لان احنا عندنا التورات كثيره في القران تقريبا 40 ولا 56% ديال هذا كلها حول التورات ولكن معاوده بواحد الكيفيه اللي هي عربيه مستقله عن الكيفيه اللي هي تكتبت بها في الدارجه في القرن الخامس قبل الميلاد في بابلون. اذا كاين اختلاف وهو هذا اول من خرج هذا الشك شك علمي هذا في القضيه ديال موضع مسقط او مهد التورات الاول فين كان هو كل الأدلة ديالو دامغة هذا بأن المهد الأول للتورات كان بجبال الأسير واليمن وهذه معروفة تاريخيا بأن اليمن وهذو كانوا كل القبائل العربية تقريبا عندهم أصل تما حتى القبائل الآن اللي هي موجودة في سميتو في سوريا وفي العراق وفي لبنان كلهم أصلهم ينحدروا من القبائل اليمنية. هذا ما به الإعلام والسلام.